الواحد بيحط حاجات في الفرن وهم يجي مثلا يطلعها ولا حاجه، ساعات بيبقى مستعجل فممكن يتعرض لحرق بسيط. مرة كنت واقفة ماسكة براد الشاي، وقع على رجلي مية سخنة، حطيت رجلي في مية ساقعة لغاية ما يعني السخونة تروح، وبعدين ابتديت كان فيها تعويرة شوية، فابتديت احطها لها ميكروكروم وبلاستر. انواع الحروق، في انواع كتيره من الحروق، في حروق من الدرجه الاولى، في حروق من الدرجه الثانيه، في حروق غائره، في حروق بتقابلنا في الصناعه، حروق مثلا بسبب التماس كهربي، في حروق بسبب عمليات اللحام، جهل العامل في اللحام فبتصيب العين، اللي هو الاشعه اللي خارجه من مكانات اللحام دي بتتعب جامد يعني، وبرضه بيبقى لها اسعافات اوليه وكده. بفتح غطا العربيه واللي هي سخنه، بس ما جاتش فيها، جت في اللي كان معايا واتبهدل. اي حرق يحصل للواحد المفروض اول حاجه يجري عليها ان هو يحط ايده او الجزء اللي هو المصاب تحت ميه بارده، او اذا كان فيه ثلج يعني دي اقرب حاجه، وما يحاولش يحط عليها اي نوع من الحاجات اللي هي الغير عاديه التقليديه اللي الناس اتعودت عليها. عزيزي المشاهد، لمسه جمال النهارده بنكلمها لك عن الحروق. هو صحيح ان الموضوع صعب لكن لازم نتكلم فيه. المقصود في البدايه الحروق. الحروق الحقيقة عزيزي المشاهد أنواع مختلفة جدا. الحروق ممكن تنتج عن اللهب، الحروق ممكن تنتج عن المياه الساخنة أو أي سوائل ساخنة، الحروق ممكن تنتج عن المواد الكيميائية، الحروق ممكن تنتج عن الكهرباء، الحروق ممكن تنتج عن الإشعاع. وعشان كده عزيزي المشاهد موضوع النهاردة موضوع مفتوح وممتد. تعرضتي قبل كده لمشكلة خاصة بأولادك أو خاصة بيكي للحروق؟ اكيد طبعا، يعني اكيد الواحد بيحط حاجات في الفرن وهم يجي مثلا يطلعها ولا حاجه، ساعات بيبقى مستعجل فممكن يتعرض لحرق بسيط. بس انا يعني انا بنصح ان الواحد لازم يستعمل جوانتي، في جوانتي بتاع المطبخ ده مخصوص، قبل ما نطلع اي حاجه يا ريت الواحد ما يستعجلش ويستدى لما يلبسه ويطلع الحاجه. يعني تعرضتي قبل كده اثناء مثلا تناول بعض الاشياء في المطبخ، بتحمري بطاطس، بتحمري سمك، اي حاجه من دي، اتعاملتي فيها ازاي؟ ابدا باي اسعافات اوليه، يعني ممكن شويه صابلون بطهر بيه الجرح، يعني لو كان جزء يعني جرح جامد، وبعد الصابلون ممكن استعمل شويه شيوت خفيف قوي قوي قوي، ولو كان حاجه خطيره قوي طبعا لازم اروح لاقرب مستشفى اكيد طبعا. طب ما شاء الله عندك اولاد ثلاثه؟ عندي ثلاثه. عايز اتعرف عليهم، اسمك ايه؟ منى. في سنه كام؟ طالعه ثانيه اعدادي. صوفي. دي بكام بقى دي؟ طلع. ايه بنتك بقى؟ اكيد طبعا. طلع خمسة. والولد تعالى نتعرف عليه؟ عمرو. يعني انا عايزه افهم بقى، انتوا يمكن سنكم متقارب شويه لكن كل واحد في مرحله مختلفه، يعني تعرضتوا قبل كده لمشكله في مثلا ماس كهربائي، حط الفيشه في الكوبس راحت اتلسعت حرقت ايديه؟ لا انا قبل كده يعني مثلا، بس من زمان من فتره يعني، يعني ايه مره كنت ماشيه وكان في كوبايه شاي في الكوموزين، فانا ماشيه فالكوبايه يعني وقعت عليا. عملت فيها ايه؟ يعني ملحقتني وكده، وحطيتني شويه مطهرات يعني حاجات يعني طيب الجرح وخلاص، يعني مفيش حاجه. بالك يا سفينه دي انت اكبر شويه. انا كنت مره بشيل اللي هي البراد يعني بحته يعني، فايديا اتلسعت فوجعتني قوي، فقمت رايحه وجدتي قامت حاطه لي يعني مطهرات وفراخ قامت حاطه لي عليها بلاستر. يعني المشاكل دي كل الناس بتقابلها حتى الاطفال الصغيرين. انا بنصح لازم يروحوا طبعا لدكتور او مستشفى، لكن الحاجات اللي بيقولوها ديت طبعا لا طبعا طبعا، عشان سلامه الجلد وعشان سلامه الاولاد، ودي طبعا ده شيء ضروري، يعني الواحد ما يحطش اي حاجه على جسمه او على جلده او كده، لازم بشرط الطبيب. حد منكم تعرض لان شيء وقع عليه على ايديه على رجليه، ميه سخنه وقعت عليه؟ انا تعرضت، كنت في الطياره يعني وعلى رجلي شيء. عملت ايه سعيد؟ استخدمت التلج وحطينا تلج على رجلي، وبعد كده يعني بقيت باستمرار احط تلج على رجلي وحطيت ميكروكروم. انا مره كنت واقفه ماسكه براد الشاي، وقع على رجلي ميه سخنه، حطيت رجلي في ميه ساقعه لغايه ما يعني السخونه تروح، وبعدين ابتديت كان فيها تعويره شويه، فابتديت احطها لها ميكروكروم وبلاستر. اتغيرت بعد ما عالجتيها بالطريقه دي؟ شكل الجلد نفسه اتغير؟ كان باين كان في حاجه قبل كده. فضلت معاكي على طول؟ بالنسبه لك؟ لا فضلت مده بعد كده يعني رجعت تاني يعني عادي. هذه الحروق عزيزي المشاهد احنا بنقسمها الى ثلاث درجات.
الحروق من الدرجة الأولى بيحصل فيها تورم في اليدين واحمرار في الجلد والتهاب شديد مع ألم شديد، وده زي اللي بيحصل في الحروق الناتجة من المياه الساخنة أو الحروق الناتجة من الشمس أو ضربة الشمس البسيطة. الدرجة الثانية من الحروق إن هي بتمتد تترك منطقة البشرة الخارجية وتمتد داخليا إلى الأدمة، وهذه هي الدرجة الثانية من الحروق، وممكن تمتد أعمق حتى الجزء الدهني تحت الأدمة. وهذه الحروق بيزداد فيها التورم، بيحصل فيها التهاب، بتحصل فيها بثور، وإذا تركت تتكون قروح على فترة طويلة. الدرجة الثالثة من الحروق عزيزي المشاهد بيدخل الحرق فيها أعمق، وقد يمتد إلى العضلات أو حتى إلى العظام كاملة لا قدر الله. هذه الدرجات الثلاثة من الحروق عزيزي المشاهد بتصيب جسم الإنسان وتؤثر على حياة الإنسان في ثلاث نقط أساسية. النقطة الأولانية بتعمل ما يسمى بالصدمة العصبية، يعني الشخص المصاب بحرق بنخاف عليه جدا من الصدمة العصبية، ممكن يموت بهذه الصدمة العصبية. الحاجة الثانية بيحدث ما يسمى بالإخلال بالتوازن الأيوني للجسم. معروف أن جسم الإنسان مجموعة أيونات، الصوديوم في خارج الخلية والبوتاسيوم في داخل الخلية، وبيحصل توازن أيوني بحكمة إلهية كبيرة تحافظ على هذا التوازن بجسم الإنسان ووظائف الإنسان الحيوية. إذا حصل نوع من الحروق، حصل فقدان للسوائل، حصل فقدان لإخلال التوازن الأيوني لجسم الإنسان، ابتدى الإنسان يعاني من مشاكل. دي المشكلة الثانية عزيزي المشاهد. المشكلة الثالثة اللي هي فقدان سوائل من جسم الإنسان. إذا حصل حرق، جزء من الجلد فقد، ابتدت سوائل جسم الإنسان تخرج إلى الخارج، ابتدى الإنسان يعاني من مشاكل فقدان السوائل. دي عزيزي المشاهد الكلمة اللي حابب نقولها بالنسبة للحروق الناتجة عن اللهب والحروق الناتجة عن السوائل، سواء كانت هذه السوائل موجودة على هيئة مياه ساخنة أو زيوت ساخنة وغيرها. الاعتقاد عزيزي المشاهد ان الانسان يستخدم معجون سنان او يستخدم مواد زيتيه او يستخدم شحوم لعلاج هذه الظاهره، ده اعتقاد خاطئ جدا عزيزي المشاهد. انما النصيحه الكبيره اللي بنقولها عند حدوث مثل هذه الحروق ان اولا لابد ان يؤخذ الشخص بعيدا عن مكان الاصابه. الحاجه الثانيه كمادات الثلج او كميات المياه البارده لابد ان توضع على الجزء المصاب. بعد كده بيتم لف المريض ونقله باسرع ما يمكن الى اقرب مكان للتعامل معه. طبعا في انواع الحروق، في انواع كثيره من الحروق، في حروق من الدرجه الاولى، في حروق من الدرجه الثانيه، في حروق غائره، في حروق بتقابلنا في الصناعه، حروق مثلا بسبب التماس كهربي، في حروق بسبب عمليات اللحام، جهل العامل في اللحام فبتصيب العين، اللي هو الاشعه اللي خارجه من مكانات اللحام دي بتتعب جامد يعني، وبرده بيبقى لها اسعافات اوليه وكده. بالاضافه الى ان الحروق برضه اللي بتقابل ربة البيت في المطبخ، يعني زيت دلق ومغلي بتاع الحاجات اللي هي احنا بنعرفها ديت يعني. طب باشمهندس، يعني حضرتك تطرقت لموضوع مهم جدا وهي موضوع حروق اللي خاصه باللحام. يعني قبل كده اكيد في شغل حضرتك اتعرضت او عامل اتعرض للحروق الخاصه باللحام، اتعاملتوا معاها ازاي وكان المفروض فكرتكم عنها ايه؟ طبعا احنا عندنا في لحام بالاكسجين ولحام بالكهرباء، اخطرهم بيبقى لحام الكهرباء لانه بيطلع اشعه، طبعا بيبقى فيه واقي، جهل العامل ما بيستخدمش الواقي بيستسهل يعني، والاثر بتاع الحروق دي ما بيبقاش في الحال يعني، يروح البيت يبص يلاقي يعني ابتدت يحصل فيها زي حبوب نتيجه الخبث اللي هو طالع من اللحام، فيبتدي تعمل عنده التهابات وكده، فبيدوا له فيه قطره بتديها له او بيعملوا عليه وصفات سريعه كده على اساس يسحب الالتهاب اللي هو في العين، بس بتاخد فتره يعني. واذا اتكلمنا عن الحروق الناتجه عن استخدام التيار الكهربائي عزيزي المشاهد، فبنلاقي ان التيار الكهربائي ده ناتج من كذا اتجاه. التيار الكهربائي مشكلته عزيزي المشاهد انه بيعمل حاجات كتير جدا. التيار الكهربائي بيدخل من الجسم من نقطه اسمها نقطه الدخول، وقد يخرج من الجسم او قد لا يخرج من الجسم. لكن مشكله الحرق الناتج عن التيار الكهربائي كثيره جدا، انه اذا دخل من مكان وطلع من مكان وفي اثناء مروره مر على القلب يؤدي ذلك الى وقف القلب، العيان يموت بصدمه في القلب. ايضا اذا دخل التيار الكهربائي من مكان وطلع من مكان ومر على مركز التنفس بتاع المخ اللي موجود في جزء المخ ممكن يؤدي الى ايقاف تنفس الشخص. يبقى هنا عزيزي المشاهد الحروق الناتجه من التيار الكهربائي محتاجه لمعامله خاصه. المعامله الخاصه اللي احنا بنتكلم فيها محتاجين نعرف الحرق ده دخل من اي منطقه والحرق ده خرج من اي منطقه. لا قدر الله اذا الشخص حصل ليه ايقاف في مركز التنفس بتاعه فده محتاج للتدليك الصناعي او التنفس الصناعي الخارجي بالنسبه للشخص. الحرق اذا دخل الكهربائي على مركز القلب فده محتاج للتدليك الخارجي.
عشان كده الحرق ده يا عزيزي المشاهد محتاج لمعاملة خاصة. إذا حبينا نتعامل مع الحروق الناتجة من التيار الكهربائي يا عزيزي المشاهد، أولا لابد من أنك أنت تفصل التيار الكهربائي، لأن ممكن الإنسان المصاب بحرق من تيار كهربائي يكون لازال التيار الكهربائي موجود، تيجي أنت تنقذ هذا الإنسان تصاب أنت بحرق تيار كهربائي يكون أصعب من الحرق المصاب به الشخص العادي المصيب بالحرق الكهربائي. الحاجة الثانية، بعد ما تعزل التيار الكهربائي ابدأ بعزل المريض عن مكان الحرق وشوفه. إذا كان الحرق أنت حاسس إن في توقف في التنفس، حاول إنك أنت تعمل التنفس الصناعي. إذا كان في إيقاف للقلب، حاول إنك أنت تعمل تدريج خارجي. إذا كان المريض بتاعك مريض مستوعب، ابعده عن مجال التيار الكهربائي وإلقيه على جنب وخلي رأسه على جنب وحاول تنقله إلى أقرب مكان صحي. بفتح غطا العربية واللي هي سخنة، بس ما جاتش فيها، جت في اللي كان معايا واتبهدل، بس ما عرفناش نعمل ايه اللي طبعا اتبهدل لان عدم درايه بالموقف اللي بيحصل. ما تعرفتوش تعالجوا الموضوع ده؟ هو كل واحد كان بيحاول يفتي ويقول ويلخبط ويحط، وبعد كده في النهايه ما راحش العلاج، ما كانش العلاج صح خالص، اتبهدل. بس طبعا مع اللجوء للاطباء حاولنا نسعى. بالظبط. بالنسبه لحضرتك اكيد المشكله اللي قابلتها دي خليتك تحاول تستفسر اكتر عن ازاي او اي فرد مننا لو تعرض لموضوع الحروق يتعالج بيها ازاي، او الاسعافات الاوليه ازاي، عرفت؟ هو اللي حصل في الوقت ده انه بيقول اهم حاجه ان الميه البارده على الجروح، لما تكون بالذات لما جروح اللي هي الميه السخنه السطحيه، الميه البارده بتبقى مفيده. غير اكتر من كده ما حاولش اتعرض، لان دي الموقف اللي اتعرضت له اللي هو كان الميه السخنه اللي هي اللي طلعت من السياره. هي المعلومات اللي انا اعرفها تملى عن حروق، اي حرق يحصل للواحد المفروض اول حاجه يجري عليها ان هو يحط ايده او الجزء اللي هو المصاب تحت ميه بارده، او اذا كان في ثلج يعني دي اقرب حاجه، وما يحاولش يحط عليها اي نوع من الحاجات اللي هي الغير عاديه التقليديه اللي الناس تعودت عليها. واحد يقول له حط اعشاب، واحد يقول له هات مش عارف دي حطه، واحد يقول له حط معجون اسنان، كل ده كلام فاضي. هو المفروض والصح ان هو او اي يعني اقرب حاجه هي حنفيه، ميه بارده، حبه ثلج، وبعدين على بال ما يتوجه لاقرب مستشفى. عندك اولاد؟ عندي. قد ايه؟ بنتين ولد. في سنهم قد ايه؟ اثنين جامعين، واحده داخله ليسانس ألسن والثانيه ثانيه هندسه، وولد طالع ثانويه عامه. مشكله الحروق دي مشكله مستاهله. اعتقد ان احنا المفروض نعلم اطفالنا واحنا صغيرين، وهم صغيرين، ازاي اول ما يحصل لهم اي موقف من المواقف دي ان احنا نتعامل معاها ازاي. هل علمت اولادك وهم صغيرين الاسعافات الاوليه؟ احنا انا عودتهم الحاجه الوحيده اللي يعملوها ان هم طبعا ما يجوش ناحيه اي نار، ناحيه البوتاجاز، ما يجوش ناحيه اي حاجه كاويه او اي حاجه غير عاديه. اي حاجه احنا المفروض لو في حاجه غير عاديه مضره احنا بنلزق ستيكرز او حاجه عليها في البيت عشان اطفال وهم صغيرين كان ياخدوا بالهم منها، ما يروحش يقول دي ايه، دي حاجه شبه ميه شبه كوكولا او. فدي لازم الاول حاجه ان انا ابعد الشيء المضر عن الاولاد. الشيء بقى اللي هم ممكن يتعرضوا له غصب عنهم، بقول له اول حاجه صحيح اجري على طول، اي حريق، اي لسع، اي حاجه، حط نفسك تحت ميه، حط ثلج، حط كده، وبعد كده يبتدي تعالى بقى صرخ والماما والبابا نجري بك على اقرب عياده، اقرب دكتور او مستشفى اذا كانت العمليه كبيره. في لمس الجمال ضيفنا دايما دكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والعلاج بالليزر، وعايزين يعني اعتقد ان دي فرصه لكل مشاهدينا وكل ضيوفنا النهارده في حلقتنا، لما يبقى يتعرضوا لموضوع زي موضوع الحروق وانواع الحروق المختلفه من الحروق للدرجه الاولى لغايه الدرجه الرابعه، اكيد يبقى كل واحد عنده استفسارات خاصه بازاي الاسعافات الاوليه وازاي الطريقه ان هو يعالج بيها شكل او العلامه اللي بيسيبها الاثر عن الحروق. لو عندك الفرصة ان انت تسأل دكتور منير ويليام اول سؤال او اول واهم استفسار تحب تستفسر عنه هيكون ايه؟ لو يعني انا ما يعني حضرتك سألتني في الاول، قلت لو في لسعة، في حرق، في حاجة بسيطة زي ما اللي نعرفه مية تلج بتاع. طيب لو حاجة يعني اكتر من كده، حريق من حاجة من الدرجة الثالثة، مادة كاوية مثلا، وقع ممكن مادة كاوية، حد شرب مثلا حاجة زي البطاس زي حياة الاطفال، ايه اول حاجة يعملها؟ يعني دي مش هينفع معاها بقى ولا ميه ولا تلج ولا بتاع، يعني في الحاجه الخطيره ايه التصرف اللي حد يعمله؟ المواد الكيميائيه ممكن تكون كثيره، ممكن هذه المواد الكيميائيه تكون مواد حمضيه زي ميه النار، وممكن تكون مواد قلويه زي الصودا القويه، وممكن تكون مواد حمضيه بدرجات مختلفه زي الفينول وحمض الكربونيك. عزيزي المشاهد، اذا اصيب انسان لا قدر الله بهذه المواد لابد من الاسعاف الاولي السريع جدا. في البداية استخدام المياه الجارية اللي موجودة قدامنا اللي في الحنفيات بأسرع ما يمكن،
لا قدر الله وجد حرق من ميه نار على الوش او صودا كاويه او بيكربونات صوديوم او اي هذه المواد، في البدايه لابد انك تسرع لاقرب مياه وتحاول انك انت تجري هذه المياه على المكان المصاب بهذا الحرق. دي مهمه جدا، لان احنا بالنسبه لنا في مجال جراحات التجميل اللي تقدر انت عزيزي المشاهد تعمله بالمياه البارده السريعه على المكان الحرق يقدر يعالج احسن بمراحل من الدكتور التجميل يقدر يعمله في كذا عمليه، لان التعامل المباشر مع هذه المياه بتقلل من تركيز هذه المواد القلويه او الحمضيه على الجلد، وبالتالي بتقلل من الاثار التشويه اللي ممكن تحصل. الحاجه بعد كده عزيزي المشاهد احنا بنقولها انك بعد ما تستخدم هذه المياه تقدر تستخدم ماده معادله. على سبيل المثال اذا كان هناك حرق ناتج من الصودا الكاويه عليك انك انت تجيب ماده حمضيه. على سبيل المثال في البيت عندنا الخل اللي موجود، خد ازازه خل وخففها بقد حجمها بالميه واسكبها على المكان اللي فيه هذه الصودا الكاويه، تستطيع انك انت تعوض وتدي ماده معادله بعد ما تكون اجريت المياه سائله. على سبيل المثال عزيزي المشاهد اذا كان هناك حرق ناتج عن ميه النار او عن ماده حمضيه عليك انك انت تستخدم ماده قلويه او في العلاج، لانك انت بتجيب معلقتين كبار من بيكربونات الصودا اللي موجوده عندنا في البيت ونحطها على لتر ميه ثم نضعها بعد ان نجري المياه الجاريه على المكان اللي فيه صودا الكاويه، ده يقدر يعمل تعادل بسيط جدا ويعالج لهذه الحاله. عزيزي المشاهد ايضا نقدر نقول ان لو كان حصل حرق ناتج عن حمض الكربوليك او عن الفينول نقدر نستخدم بعد ما نستخدم المياه الجاريه ماده السبيرتو اللي تديني تعادل قوي جدا ونخلص من هذه الحروق. النوع الرابع من الحروق هو الحروق الناتجه عن الاشعاع، ودي بيلاحظها الدكاتره اللي بتشتغل في مجال الاشعه او الممرضات او العمال الفنيين اللي بيشتغلوا في مجال الاشعه. والحقيقه ممكن بنلاقي الحروق الناتجه عن الاشعاع تحصل نتيجه لاي انفجارات نوويه بتحصل في اي مكان سواء كانت في الطرق السلميه او الطرق الغير سلميه. المشكله في هذه الحروق عزيزي المشاهد مش انه بيعمل حرق مباشر يشبه الحرق الاولاني اللي هو ناتج عن اللهب او المياه الساخنه فحسب، ولكن مشكله ان هذه الحروق ممكن تاثر على النخاع وبالتالي تقلل تكوين كرات الدم الحمراء في جسم الانسان، وبالتالي العيانين دول في علاجهم بنحتاج كثير جدا لنقل الدم بالنسبه لهم. عزيزي المشاهد دي كانت انواع الحروق اللي احنا بنقولها، لكن في النهايه بنقول في نصيحه عامه، الانسان المصاب بحرق محتاج للتدخل السريع القوي جدا ومساعدته، ممكن تكون اللحظات بالنسبه له تفرق بالنسبه له مساله حياه او موت، لازم تسرع وتساعده على اسرع ما يمكن. إذا كان المكان فيه تجمع ابعدوا عن مكان فيه هواء، إذا كان هناك وقف في التنفس حاول إنك تساعده بالتنفس الصناعي، إذا كان القلب واقف حاول إنك أنت تعمل تدليك صناعي، إذا كان الإنسان مصاب بحروق بأنواع مختلفة كيميائية حاول إنك أنت تسرع باستخدام المياه الجارية بأسرع طريقة وتستخدم الطريقة المتعادلة زي ما إحنا قلنا، إذا كانت الحرق ناتج عن مادة حمضية حاول تستخدم مادة قلوية زي بيكربونات الصودا، إذا كان الحرق ناتج عن مادة قلوية حاول انك تستخدم ماده حمضيه زي الخل بتخفيف في الماء. دي عزيزي المشاهد هي الاسعافات الاوليه المطلوبه منك، ودي الطرق المطلوبه منك لعزل هذا المريض. واعرف دايما ان تدخلك السريع المبكر ومساعدتك لهذا المريض هتفرق كتير جدا في طرقه علاجنا لينا اللي احنا دايما نحب نكون دايما في احسن صحه واحسن حال. عزيزي المشاهد دي كانت لمسه جمال اللي قدمناها لك النهارده، وكانت عن الحروق بانواعها المختلفه سواء كانت الحروق الكيميائية أو الناتجة عن اللهب أو الناتجة عن الإشعاع أو الحروق الكهربائية. عزيزي المشاهد شكرا وإلى اللقاء.